المحاضر مع المتهم التمس براءتي. من الاتهام المسند إليه ودفع بتلفيق التهمة وكذلك اصطناع الدليل الفني وعدم وجود ثمة شاهد للواقعة وكذلك انتفاء صلة المتهم بالواقع. واحتياطيا يا فندم عشان يعني الديمقراطية، واحتياطيا التمس التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من ملف المجني عليه بمستشفى بنها الجامعي الرقيم. يا صوت خالد. خير يا خالد، ما تحكيش حكايات مع حد. فين هو ده؟ مالك تعبان؟ سيدي تعبان والبطاقه مش معاه. تمام، استحمل شويه لغايه ما نخلص. الرقيم بنا الجامعي، بنا الجامعي الرقيم 1298 موضح به الحالة الإصابية للمجني عليه وتاريخ حدوثها. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، بكل أسف قضايا الضرب هذه حينما نبحث فيها ما سطر وأصول ما أدرج من مستندات طي هذه الأوراق، غالبا ما نجد أن هذه المستندات وهي مثلا التقرير الطبي المستند الرئيسي في واقعة الضرب في الغالب ما يكون هذا الدليل مصطنعا، ولكنه يظهر أمام المحكمة في شرعية لا يمكن أن يلومها أحد عليها إذا ما ارتأت بأن تقيم حكم بالإدانة عليه. فكان من واجب الدفاع مثلا إذا ما تناول هذه القضايا أن يبحث عن أصل هذا الدليل المقدم لكي يظهر ما سبب إدراج هذا التقرير وهذا الدليل بالأوراق، لعله ينجح في إثبات عدم مشروعيته أمام المحكمة فتستبين المحكمة وجه الحق في الدعوى وتقيم بحكمها أحد شروح العدالة التي نتعلمها ونتغياها من القضاء الجليل. حقيقة ما دعا إلى اختلاق واصطناع هذا التقرير الطبي المرفق للأوراق والذي به كسر بالساعد الأيمن للمجني عليه كما هو ظاهر، وأتى بهذا التقرير من مستشفى بنها الجامعي بعد أن ادعى بالإصابة في 14/10 فندم اللي هو 22 هو تاريخ تحرير المحض. أتى أثناء نظر الدعوة في أول درجة بتقرير من مستشفى بنها الجامعي ليؤكد بهذه الإصابة على النحو الذي هو ثابت بالأوراق، ولكن ما منبع ذلك وما هي العلاقة التي ربطت المجني عليه بالمتهم حتى يقوم الرجل بكسر يده؟ الكيدية والتلفيق دائما هي إذا ما أتى الدليل منها فينبت في وعاء كيد ويستخرج من رحم تلفيق فلا يمكن أن يستقيم الدليل أبدا، وذلك مشيئة الله في خلقه الذي لا يمكن إن غفلوا الناس أن يغفلوا قدرته ومشيئته لإظهار حقيقة قد إذا غابت تورد الناس موارد التهلكة. محضر إداري يا فندم في 8/10/2022 سابق على محضر تحرير الجنحة الماثلة يؤكد ماذا؟ هذا المحضر اشتكى فيه المتهم الماثل بعض من عائلة المجني عليه، واللقب موجود في الأسماء الدغيدي، واللقب موجود في اسم المجني عليه في المحضر سند الجنحة آخر اسمه لقب الدغيدي.
المحضر فحوى هو أنه له قطعة أرض ملاصقة لهؤلاء الذين اشتكاهم تغولوا على مساحته، فذهب لتحرير محضر يثبت فيه هذا التوغل ليمنعهم بالقانون حسب ما هو متاح له. وحينما حرر المحضر ونمى علمهم إلى ذلك، قام بإحضار أحد الناس من العائلة وهو مسجل وله سوابق عديدة. هذه السوابق نقدمها قد استحضرها المتهم حينما سألنا عن حالة هذا المتهم فندق هذا المجني عليه، فأوتي بها. وإن كان هذا الإتيان بالطبع لم يأتي بوجه رسمي، ولكنه استحصل عليها من مديرية الأمن، وإذا ما صرحت المحكمة باستخراج صورة من كشف صحيفة السوابق فإننا بهذه الحالة نستطيع أن نحكم. ولكن المحكمة بالطبع في أمر الدليل لها مطلق تقديره، ولو لم تحمل أوراقه الرسمية إذا ما اطمأنت إليه وشعرت بأنه يلتئم مع حقيقة الواقع كما علمنا القضاء الجليل. تلك هي صحيفة سوابق هذا المبني عليه، وذهبوا به إلى عمل تقرير طبي بالنسبة للمتهم ليثبت أنه تم هو بالاعتداء عليه، وذلك على غير الحقيقة. وكان ذلك لماذا؟ لأنه يعالج من هذا الكسر غير الملتئم بعظمة الزن في مستشفى بنها الجامعي الذي دخله، وسبق على تحرير هذا المحضر بحوالي 10 شهور أو أكثر. هذا ما هو ثابت في حقيقة الأوراق التي يود الدفاع إن لم تطمئن المحكمة بما قدم إليها من أدلة للقول ببراءة هذا المتهم أن تسمح له المحكمة إحقاقا للحق وإظهارا للعدالة يا فندم القائمين أنتم عليها باستخراج الصورة الرسمية، الصورة تبقى الأصل من ملف الحالة الإصابية للمجني عليه حسب ما أورينا لإثبات حقيقة الأمر، كما أسلفنا ولدينا الاستعداد مع المحكمة لإثبات هذه الحقيقة. ماذا فعل؟ فعل التقرير الطبي الذي قلنا به والذي قدم في هذه الأوراق، والذي استغل الحالة الإصابية السابقة يا فندم في مستشفى بنها الجامعي وهو يعالج من الكسر بغير واقعة الاعتداء المزعومة التي أسندها زورا وبهتانا إلى هذا المتهم، حتى ينالون منه وحتى تكون وسيلة قصرية للضغط عليه للتنازل عن شكايته لهم بخصوص قطعة الأرض الملاصقة أو التسليم لهم بطلباتهم على نحو ما يتم ذلك وفقا لما نرى ونحدث في عوام الناس. هذا الذي حدث أدى إلى أن تكون هناك هذه الخلافات التي بينهم وبين المتهم. يؤكد ذلك وجود هذا الرجل يوم الواقعة في بني سويف، أقر بذلك شاهدي نفي، كان هو في ضيافتهم في بني سويف مع ابنه المهندس الذي يعمل في بني سويف فندم، فكان في هذا اليوم، وهذه عناية الله له، أن حينما تحدثنا في هذا الأمر قال قلت أين أنت كنت في يوم الواقعة؟ قال كنت في بني سويف عند ابن المهندس الذي يعمل هناك، وهناك ناس قد استضافونا، كنا في ضيافة في بني سويف، فهل يستطيع هؤلاء أن يشهدوا أو يأتوا؟ الإتيان من هناك إلى هنا أمر صعب، نستطيع أن نأتي بإقرار بالشهادة لهما، فأوتي بإقرار بالشهادة لهما يؤكد بأنه كان في ضيافة هؤلاء القوم في بني سويف فندم على هذا النحو الذي أود أن نستوضحه لعدالة المحكمة. الرجل يعمل يا فندم كان في القوات المسلحة وخرج على المعاش ويتقاضى من القوات المسلحة معاشا كبيرا يستطيع أن يستره ويعيش عيشته كما يجب أن تكون. ثم بعد ذلك بعد أن خرج عمل في الشركة، شركة بريليانس البافارية، وهي شركة للسيارات مدير مشتريات فيها، بعد خروجي على المعاش يتقاضى أيضا منها راتب، هذا الراتب يعادل معاشه، لا يحتاج حسب زعم المجني عليه زورا وبهتانا الذي قرر بأنه كان هناك مشاجرة بينه وبين هذا المتهم على تحميل السيارة في الموقف، موقف السيارة فندم، وأسند إليه زورا وبهتانا أنه يعمل في الموقف. بالتالي هو إما له سيارة يعمل عليها فندم قائد سيارة وسيارة ركاب، أو أنه يشتغل كسائق على أحد السيارات المملوكة لأحد الناس، لا هذه ولا تلك، ولكن زعما وزورا من المجني عليه في ذلك الذي لا يعفيه القانون
ولا تعفيه المحكمة إن تبينت وجه الحق، بأن توجه له تهمة التزوير المعنوي بإثبات وقائع غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة في هذا المحضر على هذا النحو. وآية ذلك ما قلنا بالنسبة للتقرير الطبي الموثق الذي إن لم تنتهي المحكمة بقناعتها على براءة هذا المتهم، نلتمس من عدالتها التصريح لنا لاستبيان وجه الحق في الدعوة ولإثبات أن هذه الحالة الإصابية المثبتة زورا وبهتانا بأن المتهم هو من تسبب فيها، أن هذه الحالة قد نشأت قبل هذه الواقعة بشهور عديدة. هذا ما تصرف بتقديم حافظ المستندات أفندم لعدالة المحكمة تأييدا لدفاعنا، ونقدم مذكرة بدفاعنا، ونلتمس من عدالة المحكمة براءة المتهم وبحق رد الدعوة المدنية أمام أول درجة، ونشكر لعدالة الفندم حسن السماع في صحة الصدر. شكرا جزيلا. محمد سعد جنيدي، وقدم الفندم أصل بيان حالة عن المجني عليه من ملفه لمستشفى بنها الجامعي، ثابت به أن الحالة الإصابية بتاريخ حدوثها في 25/8/22، وأن هذه الواقعة هي واقعة تمثلت في كسر عظمة الزنب الساعد الأيمن، والتي تم على إثرها تركيب الشرائح والمسامير في 25/8 كما هو ثابت بالتقرير من الطبيب الذي أجرى له الجراحة، ثم عاد ودخل المستشفى في 20/10 فندم لتنظيف الجرح من الالتهاب وفك الشرائح، ثم بعد ذلك دخل في 17/11 وأعاد مرة أخرى تركيب هذه الشرائح لأن العظمة غير ملتئمة. إذن الحالة الإصابية فندم والكسر من 25/8 سابق على تاريخ محضر الجنحة الماسلة وادعاء إصابة المتهم له بخمسين يوما كاملا. وهنا أعتقد أنه حينما يتكلم الدليل الفني كما تعلمنا قضاء تصمت كل الأدلة أمامه، لأنه هو الأقوى في الأدلة على حسب ما تعلمنا. وصمم على ذلك الجلسات. نعم فندم، وصمم على طلب براءة المتهم، وطلب أخيرا فندم من المحكمة، لأن القضاء رسالة هو المنوط به تقويم سلوكيات هذا الشعب كله، وهو المنوط به إقامة العدل بالقول في أحكامه الجليلة بصحة ادعاء أحد الخصوم وبطلان ادعاء الآخر، وهو أيضا محراب للعلم لنا للدفاع أيضا وللمتقاضين الحاضرين. فمن هنا شكلت الوقائع التي أسندها المجني عليه زورا وبهتانا إلى هذا المتهم ما يشكل جريمة التزوير المعنوي المنصوص عليها بقانون العقوبات، وكذلك إساءة استعمال حق التقاضي والبلاغ الكاذب أيضا. ونربأ بمحكمتنا وبقضائنا الجليل ردعا لنا نحن قبل ردع المجني عليه، ردعا لهذا الشعب، لأن هذه الأمور توغلت في النفوس وأساءت إلى جموع هذا الشعب في أخلاقه. إذا ما تلاحظنا هذه القضايا، لأننا نطلع عليها ونطلع عليها القضاء، وفي هذه الحالة لابد من أن يكون القضاء كما علمنا هو صاحب التدبير الاحترازي الأساسي لتقويم هذه السلوكيات ولإعادة الناس إلى الأخلاقيات والمبادئ ولصحيح دينهم كما نتغير منه. نطلب أفندم بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بعد القضاء ببراءة هذا المتهم لاتخاذ شؤونها قبل المجني عليه، ونشكر لعدالتكم أفندم حسن الاستماع والاستجابة لطلبات الدفاع. شكرا جزيلا أفندم.